تحت البيت. معلش يا اختي. مالك يا نصر؟ انا اول مره اشوفك بالشكل ده من ساعه ما المحروس ما جه. هو زعلك في حاجه يا اختي؟ هو مين ده؟ سيد. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انت بكرمشه وشك علينا ليه؟ هو انا صدر مني ايوتها حاجه لمؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ ربنا يسترك. تروح لحالك وتسيبني في حالي، احسن انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي. ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لمؤاخذه على صدرك تطهري قلبك؟ عيل يعني. اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي لنزله على دماغك اخلعك نصين. انت بترفعي الشبشب على مين يا ماره؟ مين دي اللي يا ماره يا قلبي؟ انتي. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي لكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو جاي مديالة اللي مارة وريال السعادة. ترى ايه يا بت انتي؟ اجري باللعبة دي بدل ما شقك. راح فين؟ راح فين؟ ودا نصرة عاملة ايه دلوقتي يا بت؟ الحمد لله. بس كنت جاي اطمن عليك يعني. هو انتي بقيتي كويسة؟ ودي راحت خالص. ايوه. ودي يومين ان شاء الله هتبقى كويسة. كويسة؟ طب ما انت كويس. هو انا جبت لك حاجة بس كده؟ ايه؟ ده عشاني انا؟ دي شنطة وموبايل بدل ضاعوا عشان ما تبقيش زعلانة. بجد؟ انا لو كنت اقدر اجيب لك احسن منهم 100 مرة كنت جبت لك يا بطة. دول لو شوية تراب منك انت بالدنيا كلها. أنا بحبك يا بطة. تحبيني؟ بحبك قوي كمان. مين يالا انت هو اللي ماسك المحل ده؟ روح يا دوب. قوم يا باشا. بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا. هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا. باشا باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا عم بالراحه يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم. باشا ليه؟ شرف امي، شرف بيك يا نبيل الكلب. والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمة، شرف ايه اللي يجيب الأشكال الوسخة دي بس؟ وفيها كبير. عالم وسخة، يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وأنت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين إيه يا سلطان؟ ما أنا كل ما أخش أكل الدهوي. أوعى تكون أنت اللي إحنا مش هنشرب حاجة غير الشاي ده ولا إيه؟ عيني. ظهر الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بنت ميزة؟ ايه بنت الغباوة دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عيالة صغيرة بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت هبل، الورد انا كنت جايبهولك، ما دي الحاجة اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخدة بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك. كلها كام يوم وهنتجوز. ايه يا بنت في ايه؟ تاني؟ تاني يا سعيدة؟ يا بنت اصبري، طب جربيني المرة دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني غدا من شعري واديني للمأذون. يا بنت اصبري اديني فرصة، جربيني المرة دي. يا سيد الحقني يا اخويا. ارحب في ايه؟ حد جرى له حاجة؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافلة تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى. يا لهوي. أنا عايشة مع أبويا وست إخوات صبيان في بيت صغير جدا. أوضة وصالة وحمام صغير. تقريبا مكشوف،
انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقولي ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. انت مين اللي قصدك انت فيه؟ انت خلاص خالص. تعالي مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي حد على نيه غبر. ايه؟ قولي ابوك شبشبلك؟ يونيا لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح صف نيتك ناحيه ابوك، ابوك راجل جدع وعتره والف واد يتمنى يتسمى باسمه، انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه؟ ليه؟ عشان كتير. قال لها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه، وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. امك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن ابو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. انت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صدق شكلك لقيتها يا وسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يهفني مزاجها اقول لك. لما اي اخويا يهفك ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبع على مراوحك. لما قلت لي دلوقتي هي مين؟ وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا الا حسها. حسها بيكتفني من كل جهه. تكتيفه عدلها اربعه يفكوها، بس تكتيفه ناعمه ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس ان مشيتها بتقفل جفني سنه بسنه. ده انت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش ان شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سعيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد، وصلت الحاجة؟ مفيش حاجة يا عم سلطان، سألت كل الدنيا، مفيش حد يعرف عنها أي حاجة. طب حد سأل في الأسامة؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب أنا هطلع على مستشفى أحمد ماهر ومستشفى المنيرة، اللي يوصل لحاجة يكلم التاني. لو عرفت حاجة كلمني على طول يا عم سلطان. مخا. يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجودة فيه خالص، ولا في اسم السيدة ولا في نقطة المنيرة. بس بقول لك إيه؟ وأنتوا بتدوروا على عيل تاني اسمه عمر. عيل تاني مين وعمر إيه؟ اسمه عمر أحمد عبد الحليم. أمين الشرطة صاحبي في اسم السيدة، هو قال لي كده إن الست نصرة جت على العصرية كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنة، فقلت أسألك يمكن في علاقة بين الموضوع ده وبين غيابها يعني. بتكلمي مين أنت كمان؟ لا يا أخويا أصل إيه؟ أصل إيه؟ تعرفي حاجة عن نصرة مخبية عليا؟ يا لهوي أنا أعرف حاجة. ما تنطقي بنت في إيه؟ في إيه يا سيد مالك؟ أصل هي اتخانقت مع الواد حمادة وخطف في وشها كده. حمادة مين؟ حمادة الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ بس الفتحة موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حرام عليك. انت كمان. ما خلاص يا ابوخة بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحة دي طلع. تعرف مكانه؟ اعرف يعني. اطلع بنت فوق. اطلعي فوق كويس. يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين؟ يلا بينا. ابتدي تستهبلي. هو في واحدة محترمة تعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم والله العظيم ده كان تمثيل، انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي الكلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل، وانت من امتى ليك في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بص بقى، يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟ راجل غصب عنك يا سافله يا ريت. بس خلي النادي تفوت على خير. بس بقى انتوا مش دغنين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامه الطيب زياره. اه اه
ثلاث حاجه ازاي بتلف علاقه ان ورايا طاير وراح من ابوك محصل انا كنت رضا في الحلال يا جدع ولما انت رضا في الحلال تتكلم عن نسوان ليه رجالتها ماتوا انت عياط نصره فين يعني ايه نصره فين ازاي اختك فين ازاي انت تصابط يا محمد نصره فين يلا اجيب عينيه انت عياط عم على الحرام مديني ما اعرف انا هاذي نصره برضك لا انت ولا 10 ساعه كمان يا عبد السلطان لقيتوها ماشي افتح يا بلبل حلني من هنا يا نبيل انا لازم اخرج لا 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 حمامه تخرج فين انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي ايه اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي يا عم حقك عليا اللي تؤمر بيها اعمله شوف انت عايز ايه معلمك تجيب لي قراره ماشي اللي بعده انت مش كنت محصور انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك مفيش نقطه تنزل على الارض بسرعه